يعني حتى لو مش هنشتري نحب نتفرج ونحب نسأل، والنهاردة بكام، ونحب نقدر القطعة اللي عندنا دي وصل سعرها كام. أسعار الذهب عالميا بترتفع، ومعروف جدا أنه الارتفاع العالمي في أسعار الذهب ده متواتر، يعني بيحصل كل فترات ومتوقع ليه طبعا حدوث على فترات. لكن بقى الحاجة الغريبة اللي حصل اليومين دول هي الإقبال الشديد جدا على شراء الذهب. وطبعا احنا دايما عندنا ثقافة كده اننا نستثمر في الذهب، حلو حلو جدا، لكن انا بقعد افكر كده اقول برضو ما هو زيادة الاقبال ده بيعلي السعر، ما يعني انا اكيد مش العشرة جرام بتوعي دول هو اللي انا هستثمر فيهم وهكسب فيهم 200 جنيه في الاخر. مش فاهمة الفكرة ورا ده، ومش فاهمة فكرة انه انا عارفة انه حاجة سعرها هيزيد فانا هجيبها حتى لو انا مش محتاجها، دي ثقافة صح ولا لا؟ لكن على كل حال هو شراء الذهب بالنسبة للناس واحدة من المتع اللي يقدر عليها بيعملها، لكن على أو في المقابل ما نتمناش أبدا أنه يبقى هو ده العائق اللي بيبقى بعض الأوقات في جوازات، واللي بيعطل يعني سلاسة الارتباط في حاجات كتير زيه زي اشتراطات كتير قوي في الفرح والجواز. لكن بقى من الجانب الاستثماري نسأل بقى، نسأل الذهب رايح فين وأسعاره هتعلى قد إيه. معانا على التليفون دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب. مساء الخير على حضرتك يا دكتور. مساء النور يا فندم. دكتور ناجي، ما يتردد على إنه الذهب أسعاره هتزيد حقيقي ولا لا بعيد قوي الكلام ده؟ واذا زاد هيزيد قد ايه تقريبا؟ لا هو طبعا حضرتك الكلام ده حقيقي، وحقيقي جدا كمان، والذهب ما زادش من النهارده بس، الذهب بقاله 3 سنين في زياده سنويه تعادل حوالي 22%. 22%؟ ده بقاله يعني الذهب حاليا النهارده ب 830، كان من حوالي 3 سنين ما بيتخطاش ال 600 جنيه. ففي ارتفاعات شبه سنويه. اما الارتفاع الاخير المفاجئ ده طبعا ناتج نتيجه التوترات العالميه وازمه اوكرانيا اللي ضغطت بشده وبقوه على المعدن الاصفر ورفعته اكثر من 100 دولار في خلال اسبوع واحد. وده انعكس بقوه على طبعا على السوق المحلي، ورفعه طبعا من حوالي 20 جنيه تقريبا. اوكي، وهو اترفع 20 جنيه ومتوقع انه يزيد كمان؟ حضرتك دايما انا بحب يعني اوضح للساده المشاهدين حقيقه مهمه جدا، احنا ما عندناش سقف الارتفاع، انا ما عندناش نقدر نقول ان ده اخر وما ننساش ان الذهب جاب 2070 دولار منذ عامين تقريبا، وكان جرام ال 21 حضرتك وصل 985 جنيه، اي اقل من 1000 جنيه حوالي 10-15 جنيه. بالظبط. فاحنا ممكن، لا ممكن جدا مع التوترات العالميه والتضخم الامريكي اللي وصل اقصى منذ حوالي 20 سنه وارتفاع النفط، فده ممكن، لا ممكن لو الوية ارتفعت فوق ال 2000 دولار هنشوف الذهب ب 900-950 جنيه بمنتهى السهوله. طيب، وهل اقبالنا بيزود سعر الذهب؟ يعني هل حضرتك سعر الذهب ليس له اطلاقا علاقه لا بالاقبال او البيع والشراء، مالوش دعوه بقى، مش عرض وطلب يعني. ده بيحدد عالميا الأونص الوية بتساوي قد ايه، وقيمه الجنيه امام العملات الاجنبيه، هو ده العاملين الاساسيين اللي بيحددوا لي السعر، انما من يعني الاقبال من عدمه لا يؤثر لا بزياده او بالنقصان. بشكرك، بشكرك يا دكتور، دكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون الذهب. اذا الناس عندها حق بقى، يعني واضح ان الناس اللي عماله بتحوش فلوسها في ذهب هو ده الحاجه الضمانه اللطيفه السهله المتاحه للناس، وسواء بقى زاد او ما زادش على الاقل الناس اللي ما عندهاش افكار للاستثمارات ولتدوير الفلوس بطبيعه الحال الذهب طول عمره الاستثمار الامن، وخصوصا لأي شخص كده بيفكر في المدى البعيد مش المدى القصير بس.